أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل صار عليه حادث سيارة وأغمي عليه فترة مر خلالها شهر رمضان وهو مغمى عليه، فهل عليه قضاء الصيام والصلاة أم لا؟ إذا طال الإغمى فترة طويلة فليس عليه شيء، إذا صح فإنه يصوم ويصلي في المستقبل، أما ما مضى عليه وقت طويل وهو مغمى عليه فليس عليه قضاء لا صلاة ولا صيام، لأنه فاقد للوعي، ومن فقد الوعي سقط عنه التكليف. نعم. أما إذا كان الإغمى يسيرا بإمكانه أنه يقضي الأيام ويقضي الصلاة فإنه يقضي، إذا كان ثلاثة أيام في حدود ثلاثة أيام يومين أو يوم فهذا يقضي، أما إذا كان طويلا فهذا ليس عليه قضاء، لأنه حين الإغماء غير مكلف،